بسم الله والصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد آله وصحبه سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في الدرس العاشر فورماسيون ادو بروميير برو 2021. في الدرس ان شاء الله غادي نتعرفوا كاملين كيفاش نكريو لو تكست ولا لي تيتر ديالنا. دونك اذا نجي نحط الكيرسور مثلا هنايا وكنجي ايماج نوفو كالك وكنتلقى عندي هنا تكست. اوكي كنكليكي عليه فوالا التكست ديالي كيتزاد. ايضا نقد انني نجي هنايا لهاد التي هادي كليكي عليها نجي نكليكي في البلاصه في اللي بغيت وندير كليكي تما وندير نكتب لو تكست ديالي. اوكي اذا كل واحد وشنو كيفضل. اذا ملي كيكون عندي لوكال نقد فين ما بغيت نديبلاسيه نديبلاسي لوكال ديالي. اوكي اذا مثلا غادي نخلي هاد لوكال ديالي هذا. اوكي اذا نجي نبدا به هنا في الاول نشوف شنو غادي يوقع. اوكي اذا غير لو تكست كيما هو ما فيه حتى شي حاجه. اوكي اذا بغيت نموديفي في داك لو تكست ديالي نكليكي على داك الكالك هذاك فوالا ونمشي نموديفي فيه هنا. اوكي نكليكي عليه غادي نقد انني نموديفي فيه. اذا ندير مثلا نكتب كليكي ندير دو كليك نكتب مثلا جيتو مثلا. اوكي ايضا نقد انني باش نموديفي فيه من غير هادي انني يكون هكا نمشي لتي هنايا. اوكي انا مسيليكسيوني الكالك ديالي نجي لتي ونجي لهنايا. اوكي ديريكتومون غادي نقد نبدل في لو تكست ديالي. اوكي اذا هذه الطريقه باش انني نبدل في التكست ديالي في الكتابه ديالو. ونقد ناجوتي لو التكست يعني نقد ناجوتي لي كاك شحال ما بغيت. اوكي مي الا بغيت نبدل في ذاك لو تكست شنو ممكن ايضا نزيد نبدل فيه غادي نسيليكسيوني ونمشي اوبسيون ديفي. اوكي غنتلقى انه تزاد عندي بحال كيما كنا تكلمنا على لي فورم. اذا كتزاد عندي هنايا نتاع التكست. اوكي حدا هاد العين هادي الا بغيت ميبقاش يبان نردو باش يبان. وعندي هنايا كاع لي بارامتر ولي زوبسيون لي تابعين لهاد الكالك هذا لي لو تكست ديالي ندير ماروك توتو كبر شويه هكا واخا غادي نشوف الطريقه كيفاش نكبرو وكيفاش نديبلاسيو. اذا هنا عندي شنو عندي لو تكست سورس. اذا نفس في كيما كاينين في كاع لي لوجيسيال نتاع نتاع لو تكست يعني لي بوليس الكولور لي المهم اي حاجه متعلقه بداك لو تكست هذاك. اذا يعني هنا نختار شي بوليس لهاد هاد لو تكست ديالي. اوكي نختار شي واحد من فوق وصافي. مثلا ناخذ هذا. اوكي فوالا هو تبدل على هاد الشكل هذا. اذا عندي هادي نتاع نديرو سونتري نتاع لا بغيتو ا غوش ا دروات اكسيتيرا بحال اللي كاينين كاع في لي لوجيسيال نتاع لو تكست. اوكي اذا عندي هنايا تي عندي هادي نتاع انه يجي مايل عندي نتاع الماجيسكول انا كلشي ماجيسكول عندي نتاع الاولى ماجيسكول اخرين مينيسكول اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو تقريبا كاع باينين في لوجيسيال نتاع لو تكست. انا ندير هادي الاولى وندير كلشي ماجيسكول هكا فوالا. عندي هنايا نكبر ونصغر اوكي في لاطاي ديالو. اوكي ندير مثلا هكا بزاف غادي نخلي هكا مثلا 151. اوكي غادي نزيد نهبط هنا عندي الكولور اللي بغيت نختار له ونبدا غادي ندير مثلا هو كيكون بالفلو والبيض. انا ندير مثلا احمر ولا نختار شي كولور مثلا ندير الكولور هذه ندير اوكي هاي تبدل له الكولور ديالو. اوكي في الكونتور ديالو الا بغيت مثلا نختار شي كولور مثلا غندير كونتور احمر على هذا الشكل هذا ونجي هنايا ونزيد مثلا هكا شحال ما بغيت. اوكي ندير مثلا هكا الا بغيت لاريير بلون ديالو. اوكي نراها هو كنلاحظو هنايا نديرو بغيت شوية غادي نكن نقصلو الباسيتي ديالو يجي باهت شوية.
اوكي، الا بغيت ما نبدلو حتى الكولور ديالو كنبدلو الكولور على هذا الشكل هذا باش لا ريبون ديالو بحال هكا، ونردو هكا فوالا. انا بغيت كاع ندير نحيدو. اوكي لومبر، الا بغيت نديرو لومبر تا هو كنختار الكولور تاع داك لومبر، مثلا نديرو شويه غري على الشكل هذا. اوكي شويه هكا نهبطو هاد شويه باش يجي باين. اوكي الشكل هذا مثلا هكا، المهم هادو غي كان نقد يبان بحال شويه طراب تاني زيك واحد شويه هكا هاد الشكل هذا. المهم هادو باينين هاد لي زوبسيون هادو تقدو ومن طون نتوما كتكتشفوهم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، كلشي ساهلين. وطبعا عنده نفس لي زوبسيون تاع الحوايج الاخرين اللي شفناهم، سواء تاع الماسك، سواء تاع لي روش ديال يعني، سواء عندهم يعني تاع الموفمون، يعني تاع لوباسيتي، يعني تاع الروتاسيون، كاع حاجه شفناهم في لي فيديو اخرين. اوكي ايوا شنو هو تكلمنا في نتاع الفورم انه لي زيفي اللي كنديرهم من كنحل داك الكالك ديالي اللي كيكونوا تحتو كيكونوا غير ديال داك الكالك، اما الى جيت لتحت كيكونوا نتاع لونسومبل نتاع دوك لي كالك هذوك. اوكي غادي نحاول نديرو شي تكست اخر باش نشوفو. نحاول نشوف مثلا، اوكي انا غادي ندير هكا فوالا على الشكل. انا نشوف الكاليتي ناقصه حيت انا راني داير واحد 8، راه البي سي ديالي تقيل بزاف، كون ندير واحد على زوج غادي يتبدل، معرفش غادي يتقرا ولا تبدل حتى الكاليتي ديالو تبدلت. اوكي مي ما دايرش شي ايفي ولا حتى نوصلو ان شاء الله الحصة الجاية نتكلمو على لي زيفي. نأونجستري دابا، باغي نكتب ندير واحد التكست زوج، نكري واحد الكالك اخر نوفو تكست. اوكي اذا ها هو كلي واحد جديد. اوكي اذا فقط البي سي راه شويه ثقيل ولا هو شنو هو غادي نكتب دابا، غادي نكتب بالعربيه، نحاول نكتب. اوكي اوكي من نجي نكتب مثلا شنو كنلاحظ انه ما كي اوكي غادي نكبر باش يبان. اوكي هذا الشكل هذا فوالا، كنلاحظ انه الكتبه مقطعه، ما كت الكتبه ما كتكتبش بالعربيه. اوكي شنو غادي ندير باش نقد انني يولي يكتب بالعربيه؟ اوكي غادي نحيد كاع هذا، غادي نمشي هنايا. اوكي فوالا غادي نجي اديسيون، غادي نمشي ريفيرونس، ندير جينيرال ولا نمشي لها ديريكتومون للايماج، طلع لي هاد لا فينيتر هادي. اذا هنايا الا كانت عندي مكوشيا هاد البوطون راديو هادي اوروب، ندير مويا اوريو هنا. اوكي كليكي على هادي وندير اوكي فوالا. دابا اش غندير؟ غادي نروديماري ل بليطو لوجيسيال، غادي نسدو كندير ويانا نسجل البروجي ديالي، نسدو ونولي نفتح البروجي مرة أخرى. من غادي نرجع نفتح البروجي دابا غادي نشوف واش غادي يكتب بالعربية. إذا هو البروجي ديالي كيتفتح، سديت البروجي وحليتو، دابا نشوفو غادي نتيستي واش غادي يكتب بالعربية. أوكي نجي نكريي واحد دابا واحد الكالك جديد. أوكي إيماج نوفو تكست. أوكي فوالا شوية ثقيل، غادي نستناه يفتح. فوالا الكالك ديالي، إذا غادي نكليكي عليه دابا. أوكي ونجي نحاول نكتب بالعربية. أوكي أنا فرونسي درت العربية ونكتب. أوكي إذا غادي نكبر باش نشوف، نجي أوبسيون لي في أوبسيون، إذا غادي نكبرو شوية فوالا. المهم فقط اللي كان باغي يكتب بالعربي وما قدش يكتب، ما عليه الا يمشي لإيديسيون ويمشي بريفيرونس، ومن بعد يمشي لإيماج وكيبدل داك الكازا كوشي، يدير الزوجة باش انه يقد يولي يكتب بالعربية.
إذا غادي نحبسو هنا حيت البيسي ديالي تقال بزاف. الدرس الجاي إن شاء الله اللي غادي نتكلمو على كيفاش نتعامل مع لي زيفي بالنسبة للو تكس. نتمنى الدرس يكون الإعجاب ديالكم. تلقاو الدرس الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.